الاهلي بيتعرض للفتره اللي فاتت تحديدا لحاجات كتيره قوي. عمرك شفت كابتن محمود الخطيب؟ لا طبعا. شوف على كره القدم يعني في النادي، عمرك شفته طالع وبيقول مثلا انا جايبه على التليفون مثلا وبيرد على حد ولا بيعمل حاجه؟ لا لا لا، ما هو ده. انا عمرك شفت مجلس حد من مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل كده؟ لا طبعا. عمرك شفت حد في النادي الاهلي بيطلع الا في توقيتات معينه ومن خلال المتحدث الرسمي؟ انا بتكلم بجد. آه لو شفته قول. لا والله فعلا دي حقيقه. ما هو كابتن خلي انت كنت بره فانت ممكن خلي بالك دي نجاح. الالتزام والصمت ده بيبقى نجاح. يعني اللي انت تسكت واللي انت مش معنى انك ضعيف، بالعكس ده معنى انك ضعيف. ضعيف إيه؟ معنى انك تبقى ناجح، وانت حضرتك اكتر واحد يعني اكتر مني عارف نادي الاهلي ايه. فلكن مش معنى انك بتسكت ومعنى انك بتحترم حد يبقى انت خايف. لا، هو الصمت نجاح. حتى لو تلاحظ ناس كتير اتكلمت ان الدوري في نادي الزمالك وكل الدوري في الاخر فين؟ في نادي. فالصمت احيانا بيبقى نجاح وفعلا نجاح. وناس كتير قالت لك مجدي قفشه مش في الاهلي. لا كابتن، انا حواري بتاع مش في الاهلي ده حوار طويل، وانا استحملت حاجات كتير عشان خاطر النادي الاهلي، وانا مش طالع مع حضرتك دلوقتي بصراحه عشان اميز على حد او عشان حد. لا خلي بالك الناس عارفه او عشان الناس بتحس. طبعا يا كابتن. وتملي حضرتك لما بتتكلم بطبيعتك او من القلب الناس بتبقى عارفه كل حاجه. برافو عليك. والناس مش الناس دلوقتي يعني الناس فاهمه، الناس بقت عارفه كل حاجه، عارفه مين اللي وحش ومين اللي حلو. بص يا كابتن، انا حصل لي 3 ايام طبعا ما حدش يعرفهم. انا كنت انا بس الاول قبل ما نحكي على الثلاث ايام، 15 سنه و9 شهور كابتن محمد حلمي خدك طلعك على الدرجه الاولى. الدرجه الاولى في نادي امبي.